مشاهدين معانا مدرب فريق التسامح الاستاذ مروان البرزنجي عشان نقول لك الف مبروك على الفوز. الله يبارك فيك والحمد لله. الحمد لله بالفوز تم. الحمد لله فوز. الحمد لله اللعيبه ما قصر والبطل هذا ما قصر كمان عامر. والحمد لله صراحه واجهنا فريق منظم داخل الملعب كل لاعب مركزه انضباطيه يعني ما تشوفه حتى كيف ما الحمد لله الله وفقنا بطبق التوزيع. طيب كيف حتكون فرقتك النهائي ان شاء الله؟ والله النهائي طبعا حسابات تختلف، احنا كانت مباراه افتتاحيه مع كاتبيه والنهايه مع كاتبيه. فدائما احنا نتمنى ان الله يوفقنا ويوفق الجميع، اهم شيء تكون مباراه حلوه بين الفرقتين، الاخلاق الرياضيه سعيده بينهم. والفوز او الخساره هذا شيء بتوفيق الله سبحانه. طيب هل كنت صاحي متوقع انك توصل للنهائي في النهائي بقوله؟ والله انا من اول هذه المباراه انا اصلا مشاركه كانت من اجل الشباب. يعني عندي عيال صغار كانت تجربه، لكن الحمد لله الشباب مشوا وتحمسوا. ولازم اخش بطوله لازم اتوقع اني اوصل النهائي، لو ما توقعت اني اوصل ليش اخش انا؟ فكانت البدايه مجرد احتكاك بعض العناصر، لكن لما شفت اللعيبه متحمسين لا كان اصراري انهم وهم اصرار منهم انهم كانوا هم نفسهم يبغوا وان شاء الله الله يوفقهم ويحقق الحظ. كيف شفت التنظيم مع دوري الاربع ومع النهائي ان شاء الله؟ الله يعينهم الله يعشيك تكسيك المده الطويله دي شيء يرهق البدن. تفكير 50 يوم اشكى من 50 يوم الان دوره ما صارت من هنا 50 يوم لكن الله يعينه تنظيم جيد تنظيم جيد لكن المساحه والدرجات متعبه شويه ما يعني جمهور ما ياخذ راحته وحتى الكراسي احتياط ما هي مريحه يعني المشكله في الملعب في الجماهير ما ياخذ راحته ما في مكان ما شاء الله تبارك الله الطول الجماهير ممكن ما بتيجي عشان المحلات ما بتجي المحلات والجماهير تركع عشان حيكون لكن لو شفت استاذ مروان الجمهور محيط بكل الملعب يعني هذا النجاح صح؟ اكيد اكيد البطوله ناجحه حتى الان المشابهه من شخص لفريق العروبه ان شاء الله لكن برضه البطوله ناجحه ما في مشاكل هذا يدل على نجاح البطوله ان شاء الله شطب الفريق كان من اللي سواه وكل الناس سواه يعني ما شفته انا لكن بقول لك ناجح حتى الان ما فيها سلبيات الحمد لله ناجح حتى الان ان شاء الله تنجح طيب الله يديك العافيه